بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 46 بعد 200 والألف، ونحن نتناول آيات في سورة الإسراء، حيث يأمرنا الحق تبارك وتعالى في الآية 78: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وذكرنا أن دلوك الشمس عند الغروب، وغسق الليل عند العشاء، وقرآن الفجر عند وقت الفجر، وقلنا أن هذه أوقات موفقة مباركة. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يدعى ويسأل، وحدد لنا أوقاتا لاستجابة الدعاء. اتفق العلماء على أن أبواب السماء مفتحة عند الأذان، عند النداء، فكأن الله عز وجل هذه المواعيد اللي هي صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، أبواب السماء مفتوحة لك بالدعاء. هل يا ترى ربنا مش هيستجيب لي في أي لحظة؟ يستجيب، بس هذه أوقات يستحب الدعاء فيها، زي السحر اللي هو قبل الفجر، أفضل وقت للإجابة على الإطلاق، أفضل وقت للدعاء على الإطلاق قبل الفجر. طيب، يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية 78 سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند المغرب، إلى غسق الليل العشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وطول عمر الأمة الإسلامية عندها الفترة ما بين المغرب والعشاء ذكر وقرآن ومقراءة قرآن ودرس فقه وحديث، ده كلها ساعة، يعني ما بين المغرب والعشاء ساعة وتلت. فإذا خلصنا المغرب، لو قلنا مثلا المغرب مثلا على الساعة 5، خلصنا المغرب على الساعة 5 وربع، 5 وتلت، العشاء بتبدأ على 6 وتلت. إذن الدرس كله والقرآن كله وجلسة الذكر كلها وتعليم التلاوة كلها ساعة. اللي بيحب ربنا ما يفرطش في الساعة دي، وخاصة إذا كان عنده وقت يسمح. يعني عشان كده الوقت ده موفق مبارك. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهد الملائكة، قلنا ملائكة الليل وملائكة النهار، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لو بتحب ربنا خلي ليك مع الله بالليل ساعة، والساعة دي هتبقى أنور أعمالك في الآخرة، تنور بيها كده، تشعشع، ربنا ينور لك بيها وجهك في الدنيا والآخرة. على فكرة المؤمنون يعرفون من يقيم الليل بنور وجهه، خلي بالك سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وفي غير أثر السجود أثر قيام الليل. أثر قيام الليل دي بقى مغناطيسات كده وحاجات منورة ما يعرفهاش إلا اللي ده حلاوة قيام الليل. دي أسرار، أسرار العارفين. مين كم واحد بيقيم الليل وكم واحد بينه وبين ربنا أسرار وأنوار. طيب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في نفس اليوم اللي بتقيم فيه الليل. بعض العلماء فسروه على إعلان النبي، لكن القرآن يتسع للنبي وللمؤمنين. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وانت داخل أي مكان، المستشفى، المدرسة، المصنع، جهة حكومية، يا رب ذكرني وإياكم. وانت داخل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هل وانا داخل الجهات الحكومية بس، وانا داخل بيتي، وانا داخل شغلي، ها، وانا داخل اي مكان، وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني، دايما ذكر الله على لسانك، وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصير. يا رب ما تخليش الناس اللي هنا اعدائي. انت ممكن تروح لحته اعمالك كلها معطله والناس كلها ضدك، ايه ده؟ لكن لو انت دعيت الدعاء وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصير، هتوفق. مش بس كده، لا، وفي تكمله لها: وقل جاء الحق وزهق الباطل. تكملة له: وقل جاء الحق وزهق الباطل. يعني ايه وقل جاء الحق وزهق الباطل؟ طبعا المفروض ان احنا في كل وقت، في كل حين، في كل مكان نفسنا الحق يظهر والباطل يزهق، لان مصيبتنا في الدنيا دي ان الباطل قوي والحق ضعيف، دي مصيبتنا. لكن لو انت قلت بقى وقل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، نصرك الله واعزك الله وجعل لك من لدنه وليا نصيرا. ادي ايتين هم: وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هتقولها وانت داخل اي جهه، اي جهه حكوميه، اي حته: وقل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. لو قلت كده على الاقل ربنا يشفي صدرك، على الاقل ربنا يريح قلبك، على الاقل ربنا يشيل الغمه اللي على صدرك. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه. بص بعد الكلام ده، شايف بعد ايه؟ بعد ما قلت وقل ربي ادخلني مدخل صدق، لا، ده بعد ما قمت الليل، ها، ومن الليل فتهجد به نافله لك، اقمت الليل
وبعدين قلت انت داخل وقل ربي ادخلني مدخل صدقني واخرجني مخرج واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، وبعدين وقل جاء الحق وزهق الباطل، جالك الشفاء بقى. جالك الشفاء منين؟ من كتر ذكرك لله. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. طب القران بالنسبه لي انا بقراه بطيب نفسي، بهدى، ها، بدعي الدعاء يا رب فك الكرب عني وقل ربي ادخلني مدخل صدق. طب القران فيه شفاء ورحمه للمؤمنين، طب والناس الثانيه؟ لا، وحش. ولا يزيد الظالمين الا خساره. في ناس لما تقرا عليها القران تتاوب وقلبها يضيق وتلخبط. ولا ينحدر القران الا على لسان من احبه. يعني ايه؟ في ناس كده كانوا عايزين يطلعوا في مؤتمر يقروا ايتين، يعني عايزين يلقوا كلمه في المؤتمر ويقروا ايتين بقى. كتبنا لهم الايتين وقعدنا نقراها لهم، نقرا له الايه مره واثنين وثلاثه وعشره يلخبط، مره وعشره يلخبط، والاخر لما طلع المؤتمر بعد 20 مره من التسميع ساب الايه وقرا غيرها. لان القران يابى ان يتحضر الا على لسان من احبه. مين ده اللي يستدل بالقران؟ ولو واحد استدل بالقران وهو مش من حبايب القران يقول ايات غلط، يقول ايات غلط. فالقرآن يأبى أن يتحضر إلا على لسان من أحبه. زي اللي بينطق الشهادتين باستمرار، في واحد طول النهار يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لما يشوف حاجة تعجبه لا إله إلا الله، هو نايم لا إله إلا الله، لما بيجي له ملك الموت بيقول لا إله إلا الله. إنما واحد تاني ما بيحبش لا إله إلا الله خالص يقولها إزاي؟ وهو بيموت نقول لا إله إلا الله، ها؟ لا إله إلا الله يعني إيه؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يديله يعرض عن الله. ليه؟ هيقول لك أنا محتاج ربنا في إيه؟ هتيجي الإنسان مرفه منعم مبسوط بيلعب طول يقول يا رب، هو محتاج ربنا في إيه؟ إنما لما ربنا بيحبك يخلي لك عنده حاجات، يا رب أنا عايز كذا، يا رب عايز كذا، يا رب عايز كذا، عشان تقول له يا رب. إنما لو أغناك بكل حاجة هتقول له يا رب ليه؟ في ناس عايشة في عز وفي نعيم وفي كذا، تقول له سأل الله الجنة، طب أنا أعمل إيه في الجنة؟ ما أنا أخدت كل حاجة أهو. الجنة فيها إيه زيادة؟ فيها طيارات، فيها يخت. الجنة فيها إيه؟ فيها حاجات كده، شاشات وفتيهات وإيه في الجنة فيها؟ مع إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ها؟ ولو الناس شافوا بس لفحة من لفحات الجنة ولمحة من لمحاتها، ها، لقالوا والله ما رأينا في الدنيا نعيما قط. فعشان كده وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. كل ما تديله نعم كتير يديلك جنب وينسى ربنا. وإذا مسه الشر كان يئوسا، ولما تجيله مصيبة بقى ييأس ويخاف وقلبه يضيق ويترعب. إيه يا حاج في إيه؟ الجماعة اللي عندهم قنابل، ففي واحد طالب دارس كان بيدرس في دولة، يعني هو من دولة عربية، فكان بيدرس في دولة بعيدة، فرجع الدولة بتاعتهم ففيها ضرب نار وصواريخ وقنابل وبتاع. فراح الدولة بيقول رحت عند أهلي، ففي قنبلة وقعت، فالقنبلة كبيرة كده ما انفجرتش، فأنا مرعوب. فجاني عيل عنده 10 سنين قال لي إيه ده قنبلة، أنت خايف ليه كده؟ يعني إيه ده قنبلة؟ القنابل من كتر ما القذائف والقنابل بتطلق عليهم ليل نهار وهم عايشين في حرب، طبعا في دول كتير كده دلوقتي، فمن كتر القنابل ما بتلقى عليهم والقذائف ليل نهار مش بيهمهم، يقولوا ايه انت خايف ده قنبله، وتنزل عليهم دانات صواريخ ما تنفجرش يبيعوها الدانه ب 20,000 و30,000، انت متخيل ناس بتاكل في الحرب، يقولوا انت خايف ده قنبله. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذا مسه الشر كان يئوسا. ساعات الواحد عنده مشكله قد كده وقلقان ومرعوب، ها، يا ترى انت المشكلة الصغيرة تقلقك ولا بتعدي لأنك كبير؟ الكبير بيعدي والصغير يقف عند الصغيرة ويعيط، انت انهي نوع؟ ان شاء الله نتقابل في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله.